المتحدة طالبت أكثر من مرة الحكومة الليبية تحمل مسؤوليتها في حماية كل المواطنين، وحصل بعد الأحداث الاغتيالات بهذا الشكل من البشاعة، يعني الأقباط المصريين المسيحيين المصريين. وأيضا الأمم المتحدة تطالب أكثر وأكثر بتوفير الحماية والمحافظة على الأرواح ومعاقبة الجنان. إذا لم يعاقب الجنان، لم يصل إلى عقاب الجنان، ستستمر مثل هذه الجرائم دون محاسبة. وعدم المحاسبة في أي جريمة يؤدي إلى تكرارها بشكل سيستسهل. كل شخص تسول له نفسه قد يكون لديه نظرة ضيقة جدا لما يراه كدينة أو حق إلى آخره، أو حتى لجماعات متطرفة أخرى، أو حتى لجماعات ما يعرف الآن جماعات إرهابية. هناك ليس فقط في مصر ولكن في العديد من الدول العربية هجوم شديد على كل ما يعرف بالأقليات، ولكن هناك هجمة يعني عنيفة ومعظمها من قبل تيارات ونمو للتطرف في المجتمعات العربية لم يشهد له سوابق أو مثيل. أقول أن هناك يعني مثل ناقوس يدق لما يحدث المسيحية المنطقة ككل. ويعني نحن رأينا ما حدث في بعض الدول العربية أنها نتيجة للاشتباكات الداخلية والعمليات الموجهة بالتحديد ضد بعض في مجملها عمليات إرهابية، تفجيرات إلى آخره ضد الكنائس مثلا على سبيل المثال العراق، الكنائس والأفراد واستهداف كل من قبل جماعات معينة متطرفة، يثير التوجه للعديد من المسيحيين للهجرة إلى الخارج، مما يفرغ الأوطان والدول العربية من أساسها، يعني من ملح أرضها هم البشر. البشر إذا فرغوا المتعلمين والمسيحيين وإلى آخر، من يبقى؟ يعني تترك الأوطان لمن يفجر أي دور عبادة لا تمثل له إلا بجهله وبتصوره الضيق للدين إلى آخر. أمامنا هذا التحدي في أن نبدأ من مناهج التعليم، من أن دور العبادة لا تتحول إلى مراكز لبث العداء للآخر والكراهية وثقافة الكراهية لا تستغل، وأن تجمعات الشبابية لا تستغل من قبل المتطرفين ولا المدارس ولا أي تجمعات. يجب المدارس أن تكون مصدر للنور وليست مصدر للظلام.